فهمي مؤسس حركه شباب تحرير مصر ومؤسس مبادره بلدنا في دينا للجمال. تشغيل الشباب هي عباره عن مطاعم متمثله ثابته ومتمثله، بس مش هنلخصها بس في العربات الاكل والشرب بس، بل بالعكس هي هتنفع الباقي. هتبقى فيها اكسسوارات، تيشيرتات، ملابس، احذيه، هيبقى يعني كل اي، او بمعنى اصح ان الشاب اللي هيجي هنشوف هو عايز ايه المشروع بتاعه او ايه او حلمه في مشروع او شغلته اللي هو عايزه، وهنبتدي نشتغل مع هذا الاساس. طيب بالنسبه لل، هل في مثلا اجراءات تم اتخاذها لغايه دلوقتي في المشروع؟ هو المشروع احنا شغالين عليه بقالنا اكثر من 3 سنين، قابلتنا معوقات كتير للاسف، خاطبنا فيها رئيس مجلس الوزراء، وزير التنميه المحليه، وزير والمحافظين، بعض المحافظين، عشان موضوع استخراج التراخيص او الموافقات، ولكن ما كانش في استجابه خلال 3 سنين، لحين لما الموضوع يعني انتشر او حصل بعض المشاكل في بعض الناس. اللي احنا مجموعتنا ما نزلتش الشارع الا مستنيين التراخيص. في بعض المجموعات التانيه او الشباب التانيه بالعكس نزلت بحاجات صغيره او احجام صغيره، ولكن قابلتهم مشاكل او مواجهات مع شرطه المرافق والاحياء، وكان اخرهم الفتيتين بتوع العربيه، ولغايه لما الموضوع وصل السيد رئيس الجمهوريه وصدر قرار ساعتها او ادى توجيهات بتعليمات للحكومه ان هم يبداوا الموافقات والتراخيص. تستخرج بس مش من المجموعه بتاعتنا، المجموعه الثانيه الثالث تستخرج او تستخرج تراخيص موافقات، منهم الفتيتين شيماء وياسمين طلعوا طبعا النظر. ولكن احنا دلوقتي احنا مشروعنا بيختلف عن الباقي، هم بيتكلموا في عجل، احنا بنتكلم في عربيات محطوره كبيره او متكامله، صحيا، بيئه، امنيه، يعني حاجات تبقى امان، او زي ما بيقولوا كده يعني الدفاع والامن اللي هو بتاع المدانه بتاعتها، سواء في البوتاجاز او الانبوبه، تبقى حاجات امنه ليه وتبقى صحيه للبيئه والكلام ده كله. واحنا كمان من ضمن مبادرتنا اللي احنا كنا بنتكلم على التصنيع المصري او تشجيع التصنيع المصري، تبقى بلاد مصريه، وبناء عليه احنا ساعتها خطبنا السيد وزير الانتاج الحربي اللي هو محمد العصار، وساعتها هو او هو بمعنى صح الوحيد في الحكومه كلها لسه جاب واشر على الطلب، وبعته او كلف مصنع 200 انتاج حربي، كلف فيه السيد المهندس او السيد اللواء المهندس يسر النم، ومصنع 200 حربي بتصنيع العربيات، او بمعنى اصح احنا كنا طالبين يتعمل لنا نموذج نبتدي نقدر نحدد عليه الاسعار والتكاليف والكلام ده كله. هم بالفعل اشتغلوا في النموذج، وفي خلال ايام او الاسبوع ده هنعلن فيه عن النموذج، وهيتعمل فيه يعني هيتبان فيه اكتر، هيبقى حاجه عمليه. يعني هو حاليا دلوقتي بيتصنع في الانتاج الحربي ولا لسه في قرار؟ لا هو القرار اتاخد وكلفهم واتصنع بالفعل، واحنا على اتصال على طول. حتى انا لغايه دلوقتي كنت كان بيكلمني اللي هو يوسف اللي هو اسري واللي هو رفيق اللي هو رئيس قطاع التنسيق والمتابعه، وقالوا لي يعني او بلغوني الوزير مهتم بالموضوع وبنتابع معاهم، وبالفعل هم خلاص يعني فاضل اسبوع بالظبط في تشطيبات حاجات بسيطه اللي هي المطبخ الداخلي، هنبتدي يعني نقعد نعمل اجتماع تنسيقي ليه، يعني التكاليف بتاعتها هتتكلف كام، التمويل هيبقى من الصندوق الاجتماعي او من جنوب اخرى تاني وطنيه، هنقعد نتكلم في الموضوع ده، هتتكلف، هتبقى اصلها كام، هتبقى على الشباب كام، هيساهم الشباب كام فيها، هيتحدد اماكن الموضوع، الكلام ده كله، لان احنا كمان زي ما بنقول كده احنا في اختلاف في المشروع عندنا غير الباقي، ان احنا عاملين سيستم للمشروع، هيبقى في كاميرات متابعه او كاميرات، يعني هنبقى عارفين المستهلك عشان لو في اي مشكله حصلت يبقى في حاجه موجوده تثبت ان المستهلك عنده حق، او صاحب العربيه او اللي شغال في العربيه والكلام ده كله. هي العربيه اصلا مواصفاتها ايه؟ العربيه عباره عن مقوره كبيره حوالي مثلا 3.5 لتر كلها كده اهو، مجهزه من جوه بمطابخ، فيها حوض الصرف، فيها إضاءة، فيها هيبقى فيها طاقة شمسية، وفيها كل حاجة، وهذا من كل حاجة. طب هي هتقف في الشارع ولا هتبقى ليها في أماكن مخصصة، ولا أي حد مثلا أنا خدت عربية دلوقتي هروح مثلا أقف فيها في أي مكان لا ولا في أماكن محددة؟ لا في أماكن هتخصص للمشروع اللي زي كده أو المشاريع اللي شبيهة بكده أهو، بالتنسيق مع الحي والمحافظة أماكن عشان إشغالات والمرور والكلام ده. هو بناء عليه هيبتدي هننتشر، هو مش في سينا بالظبط يعني بمعنى اصح، لا احنا هناخد المدن الجديده وهناخد المناطق الصناعيه، عشان المناطق الصناعيه محتاجه حاجات زي كده، هو اكل وشرب الحاجات دي، وهناخد او دي بمعنى اصح المفاجاه اللي احنا بنجهزها، هيبقى في محور سينا او بمحور قناه السويس.
حطيت يعني هي الاول هتكون في القاهره الكبرى وبعد كده هتروح لسينا. تمام. طيب هي هتبقى لأني شريحه من الشباب؟ يعني هل الشباب المتعلم تعليم عالي ولا الشباب المتوسط بس تعليم متوسط؟ لا، هو مفيش حاجه اسمها تعليم عالي او كله هيشتغل، او بمعنى صح اللي عايز يشتغل عليها هيجي طبقا للشروط اللي هتبقى موجوده للمشروع، حجز المشروع. طب انت شايف مثلا العربيات دي ممكن تحل مشكله ايه في مصر؟ لا، اول حاجه هتحل مشكله او ازمه البطاله. يعني المشروع ده احنا حاطينه او احنا يعني كيادات المبادره مسميه المشروع ده مشروع مليون شاب او تشغيل مليون شاب، اقل حاجه هيشتغل عليها مليون شاب. بمعنى ان العربيه مش هيشتغل عليها اقل من خمسه او سته. يعني بمعنى اصح احنا عندنا في القاهره بس في محافظه القاهره حوالي 40 حي على مستوى القاهره. 40 حي لو حطينا كده توتال مثلا لو كل حي بس خد 10، مع ان ده رقم قليل جدا، يعني لو كل حي خد 10 هيبقى في حوالي 400 او 500 عربيه في القاهره. لو 500 دول هنضربهم في خمسه هيدوا رقم، لو كل محافظه عملنا عليها كده هنلاقي في رقم كبير يشتغل. خلاف اللي هيبقى مؤمن عليهم، في تامين صحي، في تامين اجتماعي، في سجلات تجاريه، في بطاقه ضريبيه، كل ده وهيبقى في شكل قانوني للموضوع وهيبقى ليهم كيان او سجل تجاري يعني الحاجات دي سجل تجاري ملف تجاري بمعنى اصح، يعني الدوله مستفاده والشباب مستفادين وكل مستفاد. احنا بقى عاملين مع يعني مع الجهات دي هنعمل زي اداره للمشروع عشان نجاحه مش عشان حاجه، والاداره دي غير مقابل تطوعي، عشان في ناس بتفتكر ان احنا بنعمل كده عشان بيزنس، لا هو ده كله تطوعي. ليه بقى عشان الاداره؟ عشان في بعض حاجات زي كده اهو، بس مش مطاعم، كانت عاملاها بعض الوزارات لفتره كبيره للعربيات الشباب دي، زي اللي كانت الخضار العيش الكلام ده كله، واتبهدلت ولكن واللي كان بياخدها وبيأجرها والكلام ده كله. لا، احنا هنعمل اداره المشروع، هيبقى في سيستم هيمشي عليه عشان نجاح المشروع.